بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 49 من الحيوانات ما هو أهلي؟ مثل البقرة والعنزة والنعجة والثور والكلب والهرد والحمار والفرس والأرنب. من الحيوانات جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر وهو مبتدأ أول، هو ضمير منفصل مبتدأ ثان. أهلي خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. مثل بدل من أهلي، مضاف البقرة مضاف إليه، وحفوة العنزة معطوف على البقرة، وحفوة النعجة معطوف على العنزة، وحفوة الثور معطوف على النعجة، وحفوة الكلب معطوف على الثور، وحفوة الهرد معطوف على الكلب، وحفوة الحمار معطوف على الهرد، وحفوة الفرس معطوف على الحمار، وحفوة الأرنب معطوف على الفرس. ومنها ما هو بري، مثل الغزال والثعلب والأسد والنمر والدب والذئب والفهد. وحفوة منها جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر وهو مبتدأ أول، هو ضمير منفصل مبتدأ ثان. بدي خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. مثل بدل من بري، مثل مضاف الغزال مضاف إليه، وحرفوة الثعلب معطوف على الغزال، وحرفوة الأسد معطوف، وحرفوة النمر معطوف، وحرفوة الدب معطوف، وحرفوة الذئب معطوف، وحرفوة الفهد معطوف على الذئب. والطيور منها ما هو أهلي، مثل الدجاجة والديك والبطة والوزة والطاووس والحمام والببغاء والبلبل. وحرفوة الطيور مبتدأ أول، منها جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر وهو مبتدأ ثان، هو ضمير منفصل مبتدأ ثالث. أهلي خبر المبتدأ الثالث، والجملة من المبتدأ الثالث وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، وجملة منها ما هو أهلي خبر المبتدأ الأول. مثل بدل من أهلي، مضاف الدجاجة مضاف إليه، وحرف عطف الديك معطوف على الدجاجة، وحرف عطف البطة معطوف على الديك، وحرف عطف الوزة معطوف على البطة، وحرف عطف الطاووس معطوف على الوزة، وحرف عطف الحمام معطوف على الطاووس، وحرف عطف الببغاء معطوف على الحمام، وحرف عطف البلبل معطوف على الببغاء. ومنها ما هو بري، مثل العصفور والبوم والنصري. وحرفوة منها جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه جملة في محل رفع خبر مقدم. ما اسم مفصول مبتدأ مؤخر وهو مبتدأ أول، هو ضمير منفصل مبتدأ ثان. بدي خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. مثل بدل من بري، مضاف العصفور مضاف إليه، وحرفوة البوم معطوف على العصفور مجرور مثله، وحرفوة النسر معطوف على البوم. زنب الأرنب قصير، وأما زنب الثعلب فطويل. زنب مبتدأ مضاف الأرنب مضاف إليه، قصير خبر، وحرفوة أما حرف الشرط. زنب مبتدأ مضاف الثعلب مضاف إليه، الفاء حرف واقع في جواب الشرط.
طويل خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم جواب الشرط. والنحاة يقدرون المعنى على أنه مهما يكن من شيء، فزنب الثعلب طويل. في الغابة يوجد السنجاب والذئب والثعلب والدب والأرنب. في الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل يوجد. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول، السنجاب نائب فاعل وحرف عطف، الذئب معطوف وحرف عطف، الثعلب معطوف على الذئب وحرف عطف، الدب معطوف على الثعلب وحرف عطف، الأرنب معطوف على الدب. الكلب يجري وراء الأرنب. الكلب مبتدأ يجري فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ وراء ظرف مكان مضاف الأرنب مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بالفعل يجري. الدجاجة والبطة من الطيور الأهلية. الدجاجة مبتدأ وحرف عطف، البطة معطوف على الدجاجة مبتدأ. من الطيور جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. الطيور منعوت الأهلية نعت للطيور، والله أعلم بالصواب.